هلا يسرا، هلا فيك. شو علاقتك مع كلمة لاجئة؟ ما كنت بعرف كيف اتعامل مع الكلمة، كيف احكي، كيف اعمل اي شيء. فرحت من سباحة للاجئة، تأهلت، قلت لهم مالي رايحة هلا انه فريق لاجئين، فانا اذا بدي اسبح بدي اسبح فريق سوريا. تحسين بالذنب ان انت جتك الشهرة وايد اكثر عن اختك؟ اول شيء لانه الميديا فرقتنا. اول شيء الفيلم وايد يبين الوضع، بس شو الاشياء اللي انت مريتي فيها اللي تقدرين تقولين لي اني يمكن ما وصل لي؟ تحمل انت القارب وبتنزل على الجزيره على اساس انه انت هلا رح تروح على اوروبا، خلوك 4 أيام 5 أيام على الجزيره، لا في مي لا في حمامات لا في اكل. شو تعني لك سوريا؟ كل شيء. اهلا، قبل ما تتفرجوا على الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. هلا يسرا، هلا فيك. هلا. بصراحة كيف حالك؟ الحمد لله تمام. بصراحة عن جد الحمد لله تمام، يعني انه دائما بفكر لما حدا يسألني انه كيفك، والحمد لله عندي بيت، عندي اكل، اهلي الحمد لله مناح، اهلي اللي بسوريا مناح، هيك بفكر بصراحة. وفي هالفترة، يعني خلينا نقول آخر شهر ونص 3 شهور، يسرى كيف؟ من جهة إنه كشخص ما كان عندي حياة، بس من جهة إنه شغل، وبعد ما طلع الفيلم وسافرنا وعملت مقابلات وكل الأساس كثير منيح، بس كشخص ما كان عندي حياة صراحة. نعم، بدرس وأعمل وروح وسافر، كنت عم سافر مرة بالشهر. كم عمرك الحين؟ 25. تحسين التجربة والتجارب اللي انت مريتي فيها في هال 25 سنة وايد على واحدة عمرها 25؟ اكيد. هلا في احيانا بحس حالي عمري 12، احيانا بحس حالي عمري 50، بس 25 كثير، يعني كثير، مو كثير مرات صراحة، لانه مثلا لما تقابل حدا عمره 25 كونوا رايحين بارتي، رايحين يعملوا، عم يفكروا شو يعملوا بحياتهم. انا بعرف شو بدي بالحياه، وبعرف شو عم بعمل، وبعرف شو الفكره من الشيء اللي عم بعمله انا هلا، وبعرف انه عندي مسؤوليه كثير كبيره. هالمسؤوليه ما انا اخترتها، حدا اعطاني اياها لما كان عمري 18 سنه، حتى 17 سنه. واخذت كم سنه بصراحه لحتى انه اكون اوكي هالفاكت. اوكي. اذا عندك شنطه، ايه، وداخل هالشنطه تحطين فيها كل المشاعر اللي انت تشعرين فيها في هالفتره، وانا خذيت الشنطه وفتحت الشنطه، شو القى؟ صراحه اول شعور بيكون شيء بفكر فيه كل يوم، اني اخسر اختي الكبيره. هذا الشيء بفكر فيه كل يوم، يعني كل يوم كل يوم. شعور تاني اني انا مقصرة بحق عائلتي، لانه عندي شغل كتير، ولما كان عمري 19 قررت انتقل على مدينة تانية مشان تمريني، وبعدين لما صار عمري هلا 25 قررت روح على امريكا. وما بتسألني انه ليش بتضلي عم تبعدي، وانا احيانا بفكر انه عندي مثل limited time، لانه انا حقق اللي بدي حققه، فهي دائما عندي ستريس. وشعور ثالث بقول انه خوف دائما، بس انه مو خوف يجيني خبر من سوريا اني انا خسرت حدا من اهلي، خوف اني انا ما اقدر ساعد العالم اللي انا بدي ساعده، وخوف اني ما احقق اللي بدي احققه بالحياه بصراحه كمان. بس اكثر شيء بصراحه انه عائلتي واختي واني ساعد العالم. اختك ليش
قصدك على القضية اللي عليها؟ أختي أكثر من سبب صراحة. أول شيء لأنه الميديا فرقتنا، أول شيء صار إنه هو كمان حلمها كان إنه هي تروح على الأولمبياد، بس اللي صار إنه كان هي عندها أكثر من إصابة فما قدرت تروح على الأولمبياد هي، وأنا رحت على الأولمبياد، هاد كمان كان حلمها. فهي أول شغلة فرقتنا. ثاني شغلة فرقتنا إنه الميديا صارت تقول أختها ليسرى مارديني، وسارة هي البني آدم اللي أنا تعلمت منه كل شيء، تعلمت أحكي إنجليزي بسببها، كانت هي تتفرج على هوليوود وأنا إنه هاي وأنا بي كول تو. وبشكل عام حتى لبسي شو ما تعمل إنه أقول ما أحلاها، طبعا ما قال لها أكيد يعني أختي، بس إنه دائما إنه كان بدي أعمل اللي هي عم تعمله. من وقت ما كانت صغيرة كانت مختلفة عن كل عن أي حدا من المجتمع بصراحة، والمجتمع حسيت إنه حسسها إنه هاد شيء غلط. وأنا الوحيدة بحس، أو مو الوحيدة بس حس إنه من كم شخص بس إنه اللي بيفكروا إنه هذا شيء منيح. ولما طلعت مثلاً بلشت مثلاً بالمقابلات هدول القصص إنه أختها ليسرى مارديني، وأملك أنا اللي أختها لسارة مارديني، والبالعكس هي اللي كبيرة. وبعدين رجعت هي على اليونان وعملت شغل تطوعي، وبصراحة هذا الشيء كثير يعني عندها شجاعة، لأنه أنا لهلأ. وبعدين عملت كمان تطوع مرة تانية وراحت مع سي واش على قارب كثير كبير، وأنا إنه أنا كيف إنه أنا بوقف بعيدة على البحر بتطلع ولساتني بخاف، وهي إنه قلبها طيب، هي من النوع اللي مثلا خلص هلأ شافك أنت بحاجة، شافتك بردان تأخذ جاكيتها بتعطيك إياها وتقلك خلي معك. فكتير تعلم منها، وطريقتي أنا بالشغل غير طريقتها، فأحيانا بصير في كتير خناقات. هل يسرى تحسين بالذنب إن أنت جتك الشهرة وايد أكثر عن أختك؟ أن أنت قلتي اثنينتنا كنا مفروض نروح الأولمبياد، بس أنا الحظ مش معاي، هي كان عندها إصابات، فبس هالتقاطع سبحان الله النصيب. هل أنت مرات هاي حسس بالذنب أن ما تستمتعين 100% باللحظة باللقب وبالشهرة، أن تحسين بالذنب؟ هلا بصراحة ممكن هي يكون عندها أقل فولورز على الإنستغرام، بس أنا برأيي في عالم كتير بحبوها، وفي عالم على قدي وأكتر بيطلعوا انه هي شو عم تعمل شو عم تساوي، وياخذوها كقدوه. واحيانا بحس انه انا اللي ما فيني اقنعها انه هي حدا كثير ناجح. هاي الشغله اللي انا بحس انه لازم، انه الا انه نحن تنتين على نفس الخط مثلا. هاي الشغله اللي انا بحس بالذنب، بحس لاني انا ما فيني اشرح لها انه مو انا اللي عملت هاي المشاكل بيني وبينها، انه انا بعرف انه هي اختي. وساره عندها طريقه تورجيك انه كيف بتحبك وبتدير بالها عليك بطريقه غير انا اللي بورجيها. انا بني ادم كثير انه بتجي بتقلي مثلا انه ايه انا بحبك دير بالك على حالك، انا كمان. فكل شخص غير، وانه كل واحد بتعلم من اهله بحس. فهي طلعت من العيله كلها يعني وتعلمت لحالها، وعم تعلمنا كيف مثلا اول مره رحنا مثلا رحت على ثيرابي لانه ساره قالت لي روحي، قالت لي عندك مشاعر وعندك كثير قصص من الحرب ولا من القصه اللي صارت، من الرحله اللي صارت وكل هالقصص، انه لازم تحكي مع حدا ما بتعرفيه، مو عائلتك مو رفقاتك، لازم تحكي. فانا رحت، اختي الصغيره راحت، ماما راحت، وساره كمان راحت. فهي اللي بتجي دائما بافكار جديده وهذا القصص كلها. فالشغله الصعبه انه بس هي طريقه انه كيف بتورجيك انه هي عندها حب لك وعندها مشاعر ومفتخرة فيك كثير غير عني. فهي الشغلة اللي هيك انه كل واحد عم يطلع على انه غير الثانية. بس ما جاوبتي السؤال. شو كان السؤال؟ السؤال هل نجاحاتك ومسار حياتك وكيف انت انشهرتي وكيف انت حصلتي الاضواء، كل هذا يخليك ما تستمتعين بكل هالاشياء 100% وتحسين بالذنب انك كانت مفروض يمكن اختك تكون معك ولا اختك تكون المشهوره؟ هلا مثل ما قلت انه اختي كمان مشهوره، وكثير عالم بيطلع عليها، وكثير عالم ساره اذا اليوم بتقلك انا بدي افتح جمعيه خيريه فيها، اذا بتقلك اليوم انا بدي اروح صير فاشن ديزاينر فيها. فهذا الشيء الوحيد اللي مثلا انا
ما بعرف صراحة كيف جاوب السؤال. بقولك بالإنجليزي يعني do you always feel guilty? Do you feel guilty that she could have been يعني اثنيناتكم مشهورين؟ ما في ذنب لأنه لسه فيها. لأنه لسه فيها بس هي الطريق اللي هي عم تاخده غير الطريق اللي أنا عم باخده. هذا الشيء مو غلط. هي الطريق اللي عم تاخده مثل ما حكيت لك. أنا تفكيري دائما إنه ممكن أشتغل بمكتب 5 سنين وبعدين يصير عندي شركتي. سارة طريقتها تروح لعندك وتساعدك هلا. فأنا مثلا بقول أوكي ممكن اليوم ما أقدر ساعد 5 بس بكرة أقدر ساعد 15. سارة فيني ساعد هال 15 هلا بتروح. فهذا الشيء هي عم تعمل شغله وأنا عم بعمل شغلي والشيء ما فيني أشعر بالذنب لأنه أنا ما دخلني باللي صار بعدين. هي رجعت على اليونان وهي لأنه انحبست هذا مو ما دخلني أنا فيه. وهلا بشكل عام يعني في ups and downs وهن العالم مو أنا اللي عملت لي بيني وبينها وهي بتعرف قديش أنا بحبها وبتعرف إنه إذا بدها تشتغل معي فيها تشتغل معي وإذا بدها تكون بالماي فونديشن فيها تكون بالفونديشن. ف بشكل عام لا ما بشعر بالذنب باتجاه بس اني ما بعرف كيف ورجيها اني بحبها. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن انه يكون فيه ذنب غير هيك لا. يمكن اليوم المقابله بتعرف كم انت تحبينها. ممكن تحسين هي عندها حساسيه تجاه اللي صار؟ حكت هي حكت اوبنلي حكت عندها هلا دوكيومنتري بيورجوا حياتها عم بيورجوا كانوا حياتها تصوروا شيء 4 سنين وحكت هي انه هي ما كانت فرحانة لي من قلبها لما انا تأهلت على الاولمبياد اول مرة واجت لعندي وقالت لي واعتذرت وهذا الشيء قلت لها انه برافو عليكي انه ما كثير عالم تيجي بتحكي صح. حتى لو اختي يعني وقلت لها انه بعرف انه شو ما صار وقد شو ما كان شعورك بعرف انه انا اختك الصغيره وانت دائما رح تديري بالك علي غيرانه او لا وهي كثير دارت بالها علي وعلى اختي الصغيره من وقت ما كنا صغار يعني كانت تدير بالها علينا مع اهلي يعني وهي بحسها عندها احساس مسؤوليه انه تدير بالنا علينا كاهل مو كاخت فممكن هي اللي عندها الهيفي ريسبونسبيليتي سم تايمز انه ذا فيلينج لا انا احترم انها كانت صريحه ايه لا وانا كمان مو سهل وانا كمان معظم الناس بس بيجاملون لا حكت وحتى حكت بالدوكيومنتري فالعالم كله شافت يعني مو بس انا وهذا الشيء طبعا كثير فيه شجاعه يعني انا ما بعرف اذا فيني انا بروح احكي لها لوشها يعني شو ما كان بس ما بعرف اذا ممكن يعني حتى بالدوكيومنتري انا شخصيا افضل ان اول شيء تقولين للشخص بعدين تروحين يمكن هي هيك عملت اوكي هي هيك عملت اجت لعندي وكتبت لي مسج طويل على انه كيف كانت حاسه هالقصص كلياتها وقالت لي انه انا اسفه انه ما كنت مبسوط لك لما تاهلتي على الاولمبياد انا اشك بس بعدين طلعت هيك انه حتى لو ما كانت مبسوطه انا اختها بالاخير واجت حكت لي هذا الحكي وبس لانه انت هي عائلتك او هذا اخوك مو المفروض يكونوا دائما فرحانين هي شيء نحن بنتعلمه صحيح بس هي انه اجت هي بتتعامل بمشاعرها بطريقه كثير حلوه بصراحه يعني مو دائما انا انه اوكي شكرا بس انه احيانا مو احيانا اغلب الايام انه الطريقه الصح تتعامل انه هي خلاص ما كنت مبسوطه رح اقول لك اياها يعني أنا آسفة بس هيك كنت حاسة يعني ما رح غير إحساسي لأنه عشان أبسطك يعني مثلا لو سألتك يسرى أنت منو؟ شو بتقولين؟ بصراحة أول شيء أخذت فترة طويلة من حياتي كنت أقول سباحة ماشي؟ سباحة لما كان عمري 3 سنين بابا علمني كيف أسبح بابا كان مدربي حتى صار عمري 13 سنة وبعدين تركت السباحة سنة كاملة سبب الحرب لأنه ما قدرت أروح على بطولة وأكثر من شيء صار بابا ترك البلد وراح على الأردن وكنت أنا أوثق ببابا أكثر من ماما فراح بابا
وانا كان هاي السنه اللي ريبلينج كنت عم روح، رحت قصيت شعري، رحت عملت بيرسينج، ما كانت علاقتي كثير منيحه مع ماما. ف هاي السنه بلشت اطلع واتعرف على العالم ما عملت شيء بحياتي بصراحه، بس عم بحكي على العالم واتعلم واعمل هيك وروح ساوي. فكان في شفت على الفيسبوك ان الفريق السوري جاب ميداليه ببطوله اسيا، بلش ابكي. ف هاي اللحظه كانت لحظه بحياتي ان انا طلعت وقلت انه شو عم بعمل، ما عندي لا هدف لا حلم لا شيء. وفكرت انه هاي بس لاني ما عم بسبح. فبعدين لما رجعت على السباحه كان عمري 15، واهلي قالوا لي انه فيك ترجعي سباحه بس انه ما دخلنا نحن، انت تتمرني انت بتروحي على بطولات ما بتروحي على بطولات، ما دخلنا نحن. قلت له اوكي. بعدين رجعت، بعدين وكان بفتره الحرب يعني. وبعدين بعد ما رجعت يمكن شيء 6 شهور او 3 شهور ما بتذكر، وبعدين طلعنا على المانيا. ولما وصلت على المانيا اول شيء سالوني انه شو بدك تعملي، قلت لهم بدي اسبح اول شيء، لا كنت بعرف احكي اللغه، لا كنت بعرف اي حدا. والشيء الاول شيء عملته بلشت اعمل رياضه، وصارت لي قلت لي انه ليش عم تتمرني وين رايحه، لا ما بعرف بس انه بدي اتمرن. ف لسه في انه لهلا مثلا ما بحكي كثير عن السباحه، مثلا وقفت انا سباحه لهلا بس لسه ما قدرت انزل بوست على انستغرام واقول انه خلصت من السباحه. فاتوقع 80% من مين انا سباحه، بس السباحه كانت طريقي لاني انا اتعلم كيف انا لما يكون معي مثلا بسكوته اعطي لكل حدا بالفريق. وهذا الشيء صار لما نحن كنا عم نروح من سوريا لليونان، كان معنا 30 شخص، كان معنا يكون تمر، علبه تمر بس كلياتنا نتقاسمها لانه ما حدا معه اكل. فهي السباحه علمتني اياها. ثاني شيء تعلمت كيف افشل وارجع احاول اليوم الثاني. مثلا اوكي رحت على التمرين ما سبحت الزمن اللي بدك اياه، مثلا ترجع على البيت تحكي مع احكي مع بابا شوي لي نامي بكره اليوم يوم جديد مثلا. فهي كمان تعلمت السباحه. بس بعدين لما وصلت على المانيا صرت لاجئه. فهذا الشيء انا ما تعلمت عنه اي شيء لما كنت بسوريا مثلا. ومو انه شيء منيح، تعلمنا دائما انه لاجئ. فما كنت بعرف كيف اتعامل مع الكلمه، كيف احكي، كيف اعمل اي شيء. فرحت من سباحه للاجئه. وبعدين يمكن اللحظه اللي فهمت انا شو مين انا او شو عم بعمل بالحياه كان الاولمبياد، اول اولمبياد انا تاهلت عليه. تاهلت قلت لهم مالي رايحه، حكيت مع بابا وماما قلت لهم مالي رايحه لانه فريق لاجئين، فانا اذا بدي اسبح بدي اسبح فريق سوريا. فبابا قال لي اول شيء انه انا كنت عم دربك طول حياتي، فاذا انت ما بتعرفي قديش انت تعبتي ونحن تعبنا معك فنحن بنذكرك. ماما قالت لي كمان انه انا كل يوم اجي اجيبكم بالسياره واقعد ساعتين على المدرجات عشان انتوا تتمرنوا. وبعدين المدرب اللي كان بالمانيا وهيك. فرحت انا لما رحت على الاولمبياد فتنا نحن في الافتتاح، يوم الافتتاح بفوتوا كل الفرقات مثلا على الاستاديوم. وكان فكرة انه اغلب اللي كانوا بالستاديوم وقفوا واحترموا لهذا الفريق. ولما انا تعرفت على كل اللاجئين اللي كانوا بالفريق وعرفت قصصهم، عرفت ليش هنن هون والطريقة اللي تعاملوا بكل شيء مع كل شيء كيف يبينوا مثلا مبسوطين، عندهم امل، عندهم دافع، طلعت هيك انه انا اوكي انه هذا شيء حلو. وبعدين بلش يجيني مسجات انه شفناك بالاولمبياد، انه كثير انبسطنا، انه الله حي سوريا، هذول القصص. بعدين بلشوا اولاد صغار يحطوا الطاقيه، يعملوا هالوين او يعملوا بوسترز وهيك. ف صراحه هذيك السنه كانت انه بدايه انه اعرف مين انا، واعرف انه انا عندي سبب اني انا هون بالدنيا، وهذا السبب اني انا ساعد العالم. ومو ساعد العالم لانه انا لازم ساعد العالم، بس ساعد العالم لانه اول شيء مو كثير عالم بالدنيا عندهم صوت، فهذا الشيء كثير مميز. ولما احكي مثلا
بحكي من القلب لما احكي عن اذا كنت انا لاجئه ولا عن اللاجئين التانيين ولا السوريين ولا على اللي صار، بحكي انا بطريقه حقيقيه، بطريقه عن جد صارت، وهذا الشيء دفع كثير عالم تغير تفكيره على انه ماشي اوكي، انه انت لاجئ هذا لا يعني انه انت ما عندك بيت، انه انت ما كنت تشتغل، انه انت ما عندك حلم. فبتوقع هذيك اللحظه غيرت كل شيء انه مين انا. فكنت انا دائما السباحه اللي بدها تروح تجيب ذهب وخلص تتمرن، للسباحه اللي بدها تساعد العالم، ولشيء اكثر من سباحه بكثير يعني بصراحه. حلو. طفولتك كيف كانت؟ مثل اي حدا سوري بصراحه، كنا شوي غير لانه كنا نتمرن. كنا نتمرن كل يوم، وبابا كان مدربنا، وطبعا كل اللي ما تسال بسوريا بيعرفوا كله تدرب عنده، طبعا ما في حدا ما تدرب سباحه عنده. فلهلا حتى بيجي مسجز على الانستغرام انه اي ابوك دربني بتشرين. فهذا شيء كثير حلو. ف كنا كل خميس نروح عند تيتا، امه لبابا او امه لماما. بعطلة الاسبوع نطلع مع عائلتي مثلا. ما كنا كثير نطلع مع رفقاتنا بصراحه، يعني حسب التقاليد وهدول القصص كلياتها. يعني كنا نروح مدرسه مسبح، اغلب رفقاتنا كانوا سباحين او رياضيين يعني. فكثير تيبيكال. وعلاقتك مع امك وابوك؟ اسمع ابوك وايد، بس كيف كانت علاقتك مع امك؟ مع ماما بصراحه اخذت وقت لحتى صلحت العلاقه بصراحه. كنت دائما مع بابا، حتى لما يكون مثلا كان يدرب من 8 الصبح ل 8 المساء باغلب اكثر من مسبح يعني، وكنت اروح معه بالصيف. فكانت كمدرب، وحتى لما كنا بالبيت يورجينا فيديوهات على تكنيك مايكل فيلبس والاولمبي عمل هيك وساوي هيك. ماما في شغله كثير كمان، كانوا هنا الاثنين مثل كانوا بحسهم كانوا كل واحد عامل ادفوكيت. فبابا كان دائما رياضه وماما كان دائما تعليم، فبشكل عام كان عندهم دافع انه هن انا اولادي لازم يكملوا. اولادي كانوا يجوا يقولوا لنا شو الصح والغلط ويخلونا نختار، ويقولوا لنا اذا عملتي الشيء الصح في consequences، اذا عملتي الشيء الغلط في consequences، وانت وخيارك بقى. ف ايه ماما يمكن 19، لما كان عمري 18 19 بلشت علاقتنا تصير احسن. يمكن لانه سباحه كان بابا مدربي وكنت انا بس سباحه سباحه ممكن. بس هنا الاثنين كثير تعبوا علينا بصراحه يعني. لو ابوك دربت من عمرك 3 سنين صح؟ فما كنت تعرفين، ما كان عندك خيار تقريبا. هل تحسين هالضغط للسباحه انه يبغاك تكونين سباحه اثرت على علاقتك معه يوم كبرتي؟ اثرت على علاقتي مع ساره وبابا، لانه كان يخلينا نتنافس. فهي لهلا في، مو انه نتنافس هلا، بس انه اذا انت متعود من انت وصغير انه ساره كانت اول منافس الي يعني من وقت كنت صغيره، مع انه 3 سنين مثلا. ماما كانت عاملنا كتوأم، كنا دائما لابسين نفس اللبس وبنفس الغرفه كنا انا وياها. وبابا كان دائما ساره احسن منك، يسرى احسن منك. ويمكن ما بعرف اذا صح ولا غلط هذا الشيء، بس انا بعتبره انه كثير بين اختين، والفرق مو كثير كبير 3 سنين، اكيد بصير باي عائله. بس علاقتي فيه كانت كثير منيحه لانه كنا دائما سوا بالمسبح. مثلا لما اجي روح على التمرين وما يكون جعبالي السباحه او اكون مالة من السباحه، شيء له بطني عم يجاني، روح اسبح يعني انه يعرف. فحتى كان في علاقه اب مدرب، وكان ذكي لما نفوت على المسبح ما في بابا، مدربك انا. وكان مع كل الرياضيين يعني، مثل ما يعامل اي رياضي عنده كان يعاملنا. فهذا الشيء انا تعلمت كثير منه. وصح انه مثلا ممكن يفكروا العالم انه كان هو قاسي، بس هذا الشيء اللي علمنا نحن كيف نصير هلا. ولو ما كانوا بابا وماما الاشخاص اللي هن كانوا او لهلا،
ما كنا يمكن احنا قدرنا نطلع لحالنا انا وساره. فبحس انه كل شيء عملوه بحياتهم جهزنا لهال 25 يوم اللي طلعنا من سوريا لالمانيا، انه كنا نحن نعرف نحكي انجليزي لما طلعنا، كنا نحن تنتين متدربين مثلا سباحة بنعرف نسبح، نحن تنتين بنعرف نحكي عن اي شيء بدك تقعد معنا وتحكي عنه يعني. فهذا كمان شيء مميز. انا عارف، شفت الفيلم، فيلم وايد حلو، وعارف انه بشكل عام هو دقيق وصحيح يعني، يمكن بعض الاشياء تغيرت، بس انت اللي انا عارف وتقين صححيني يعني، عارف ان اخر شيء طلعته قارب من تركيا الى يونان. اليونان، والفيلم وايد يبين الوضع اللي كنتوا انتوا في القارب. هل الموضوع يعني شو شيء بس انت تعرفينه وانت تقين تشاركيني انا والجمهور، كيف هالتجربه كانت بالنسبه ليسرى؟ شو يمكن عشان الفيلم قصير اخر شيء، مو بساعات وساعات وساعات اللي انتم صدق مريتوا فيها، بس نشوف انتم مع 30 شخص اظن تقريبا، وبعدين الماي بدا يدخل، بعدين انتم طلعتوا وانت في ريال نقز قفز يعني، وبعدين اختك قفزت، بعدين انت بعدين سبحتوا حق كم من ساعه لما وصلتوا. شو كانت انت كم كان عمرك؟ 17. كوحده عمرها 17 يسرى في هالقارب وبين هالناس والارتباك اللي يستوي والقلق ويمكن صريخ ويمكن في طفل وفي وايد اشياء تستوي ووايد مشاعر، يمكن جوع وخوف، وين اهلي، هل بنوصل، هل بموت، يعني انا بس اقدر احاول اتخيل، بس شو الاشياء اللي انت مريتي فيها اللي تقدرين تقولي لي يعني يمكن ما وصل لي؟ هلا اول شيء في شغله ما حدا بيعرفها، انا لما كنت صغيره كان عندي مشاكل بأدني ومشاكل بلبس نظارة طبية، فكل ما يكون عندي ضغط نفسي يغمى علي، عشان هيك سارة كانت عم بتعيط من الطرف الثاني إني أنا ما أنزل على المي، ما كانت خايفة إني أنا ما فيني أسبح أو ما فيني، بس أنا كان عندي أكثر من مرة يعني أحيانا أكون بالصيدلية كون مرضانة يغمى علي أهلي يمسكوني مثلا، فهي النقطة اللي كانت سارة خايفة منها. أول شيء في كمان نقطة، أي حدا سوري أو أي حدا طلع بالبلم بقول لك ياها، أنت أبداً ما تطلع من أول مرة بالبلم، لازم تحاول مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، لأنه كل ما تطلع بيجي الخفر ولازم تركض على الجزيرة. فهي شغلة. شغلة تانية، تحمل أنت القارب وبتنزل على الجزيرة على أساس أنه أنت هلأ رح تروح على أوروبا، بخلوك أربعة أيام خمسة أيام على الجزيرة، لا في مي، لا في حمامات، لا في أكل، شباب وبنات ما بتعرفهم وشايفهم بحياتك، في سوريين من صوماليا، في من اثيوبيا، في من كل البلدان، عراق كله، وطبعا ما بتعرفهم يعني عالم مناح ولا مو مناح ما بتعرف شيء. فكنا نحن كثير محظوظين ان احنا قابلنا هالثلاثين شخص، كانوا من السودان، كانوا من العراق، كانوا سوريين، والرجال يحاطونا لما ننام، فنحن ننام يحاطونا وبس يناموا هنا نكون فايقين. فهي شغلة انه صارت بالواقع وصارت مع كثير عالم يعني، بس مو كل حدا بيكون محظوظ يقابل حدا منيح على الطريق. هي اول شغلة. تاني شغلة، اكثر من حدا مثل ما قلت انه حاول خمس وست وسبع مرات لحتى يقدر اصلا يوصل على البلم ويروح. البلم اللي نحن قبل ما نطلع فيه كان في، كانوا المهربين عم يتخانقوا فخزقوه ورجعوا ساووه، ما بعرف كيف سووه اصلا، لزقوه ما بعرف كيف عملوه، فنحن ما كنا عارفين انه هذا البلم اللي نحن طالعين فيه، فاخر شيء طلع البلم اللي نحن طالعين فيه. ونحن كنا 17 شخص وولد صغير، الولد كان عمره 6 سنين، كان هو وابوه بس، الام ما كانت موجوده وكانوا من العراق، فابوه نزل احيانا على المي كمان، وانا كنت بالمي لما ابوه كان هون وانا كنت هون، وطلع انا على الولد وعمل يا لاو او يا اضحك يا عمل شيء بس مشان ما حسسه انه نحن عم نغرق. وكمان شغله ما قالها بالفيلم، مرق بلم ثاني شافنا عم نغرق ما قدروا يعملوا شيء، ونحن بنعرف انه هن ما حيقدروا يعملوا شيء، لانه اذا قدروا اجوا يعملوا شيء حيجوا يغرقوا معنا يعني بالاخير. وانا وساره بنعرف نحن اكبر خوف كان لنا نحن انه ينقلب البلم او يصير شيء، لانه احنا تنتين عاملين شهادات لايف جارد،
فبنعرف كيف إذا حدا عم بيغرق شو بيعمل وكيف حيسحبك وكيف حي كل هالقصص كلها. فهذا كان الخوف. وثالث شيء سابع شيء كنا احنا ثلاث بنات على القارب، أنا وسارة وبنت الثالثة، والبنت الثالثة ما كانت تعرف تسبح، وأغلبية العالم اللي كانت على القارب ما بيعرفوا يسبحوا. حتى في شغلة كنت أنا بالمي، في حدا من السودان كان بيقول لي إنه you're so brave، so just shut up let's get to the island وبعدين نحكي. فهذول القصص إيه إنه ما بيرجوا بالفيلم. وبالفيلم كمان بيورجوا إنه في كان حبل ونحن تندعي عم نسبح، وفي كثير عالم تنتقد هذا الشيء لأنه أنا كان وزني 50 كيلو وسارة كمان كانت بالأخير يعني صغيرة. فنحن كيف كنا عم نحاول نسحب البلم، في حبل حوالين البلم فكان في إيد نحن عم نسبح فيها ماسكين فيها، ونحن وإيد تانية عم نسبح فيها عم نحاول نجر البلم. بالأخير البلم كمان كان عم يفوت المي، فكان لازم نحن ما كان في شيء معنا، كله زتينا لبرا. ووصلت أنا على الجزيرة بجينز وتيشيرت، كان معي السيلفي باج اللي بتحط فيها التليفون لما تروح على أكوا بارك أو شيء، وكان في 500 يورو مثلا، بس التليفون 500 يورو والجواز. سارة وصلت بنطلون رياضة مشقوق لأنه كان كثير تقيل بالمي فشقوا لي اياه. ووصلنا بعد 3 ساعات ونص طلعنا، المفروض كان هو 45 دقيقة بس المطر يشتغل يوقف يوقف يشتغل. وكان في لحظة أكثر شيء على فكرة بصراحة ما كنت حتى خايفة إني أنا أموت، كنت خايفة بس على أختي، خايفة يا أنا أخسرها يا هي تخسرني، هي أكثر شيء كنت عم فكر فيه. وشغلة تانية كمان كنت عم فكر فيها إنه أنا عم شوف الضوء تبع الجزيرة بس ما عم وصل. ونحن سبحنا نحن بالبحر قبل بمرة، يعني نحن بنسبح بطولات، سبحنا 5 كيلو متر و10، فما كان هو علينا كان على العالم، لأنه بنعرف نحن لو سبحنا هدول العالم ما بيعرف يسبح. أجمل لحظة في طفولتك؟ طفولتي في كثير بصراحة. كنا نطلع مع أهلي كل جمعة، كان في محل برجر بقرنا اسمه باب توما بالشام. وكان لهلا بصراحة ما أكلت برجر نفس الشيء، بس هو يمكن لأنه كنا نطلع مع أهلي، بابا وماما وأختي كانت صغيرة، أختي الصغيرة 9 سنين أصغر مني. فهي وتاني شيء كانت لما ماما كانت حامل بأختي الصغيرة، كانت دائما تعمل سويت وتعمل كيك، ولما نجي يكون البيت دافي، كان شتاء لما نرجع يكون البيت دافي وكنا راجعين من المسبح وشعرنا بلول وهيك. ما بعرف هذول أكثر شيء، إنه العيلة أكثر شيء صراحة. وأصعب لحظة؟ أصعب لحظة أنا آخر مرة فتت فيها على بيتي، على بيت أهلنا بالشام، كان عندي بطولة بروسيا، فضبيت شنطتي أنا لروح البطولة، حطيت أغراض سباحة وهالقصص كلياتها. فبيتنا إحنا كان دارية ما كان بقرنا منيحة، يعني من أول الأحداث كان في كثير مشاكل، فطلعنا كثير بكير نحن من البيت، وكل 3 شهور 6 شهور نستأجر بيت ثاني لأنه يغلوا البيوت. أصعب لحظة كانت لما أنا رجعت من البطولة، ما كان فينا أبدا نرجع البيت، كانت هاي آخر مرة شوف فيها أنا البيت، وهي آخر شيء أخذته من البيت الشنطة، لا عندي صوري أنا صغيرة، لا عندي ميدالياتي ولا شيء. ففي مقطع بالفيلم بيورجوا الميداليات عم بيغرقوا، ما صار هيك نفس الشيء بس أنا كنت عم ببكي لما ورجوني لأنه أنا ما عندي ولا ميدالية. فهي أصعب واحدة من أصعب اللحظات. شو أكثر إيموجي تستعملينه؟ أكثر شو؟ إيموجي؟ هلأ تبع الهارت ما بعرف اللي تشي بالإيد؟ إيه. بس أغلب أكثر إيموجي استخدمه جنبه لهاد ما بعرف. We have to check with my phone. I don't know. غريب لأ دائما في ناس كل واحد منا يستعمل إيموجيز أكثر على الثاني. لا صح إيه كل واحد عنده ال. ما بعرف شو أكثر إيموجي بستخدم. يمكن القلب الأبيض كمان. ممكن.
لو تقدرين ترجعين بالزمن وتكلمين يسرى الطفلة وتقدرين تقولين لها بس شيء واحد، شو بتقولين لها؟ ديري بالك على أخواتك؟ على الطفلة بتقولين لها شيء؟ وتحسين أنت قصرتي فيهم؟ أختي صغيرة أكيد. أختي صغيرة لأنه ما بشوفها كتير من وقت ما طلعنا على ألمانيا مع ماما هي، وما كتير عندي وقت. أو لما أكون بألمانيا بطلع معها وبعمل كل شيء معها، بس بحس كنت أقرب. حتى ماما قالت لي إنه كنت أقرب لهم لأني كنت عايشة معهم لما كنت أول كم سنة بألمانيا. وسارة مثل ما قلت لك ما بعرف كيف شو ورجيها إني بحبها. تحسين سارة بتشوف المقابلة؟ حتشوفها، ليش هتبقى تشوفها؟ إن شاء الله ما تقتلني. حسب مزاجها، يا تجي تعانيني يا شو. تحسين سارة مش مدركة شو لازم تقولين لها من خلالي أنا؟ إنه يمكن أسهل تقولين لي أنا، بس شو تعني لك سارة؟ دائما انا بحكي بالمقابلات وبقول، بس يمكن اهلي ما يتفرجوا على المقابلات، يمكن هاي المشكله. بس انا بحس انه اي شيء حتبلشه هي حتنجح فيه، لانه انا تعلمت كيف اكون غير العالم الثانيين بسببها، وديها تعرف انه شو ما صار نحن معها، نحن عم نحاول نساعدها، ونحن بدنا اياها، بدنا هالقضية تخلص يعني بشكل عام. وانه اكيد مو بس عائلتها، في كثير عالم بتحبها، وفي كثير عالم رح يخانقوا الدنيا مشانها. في كثير عالم مالهم، مو بس لانه هي سارة مارديني، بس العالم بتعرف لما تحكي مع حدا دغري ببين اذا قلبه ابيض عن جد هو بده يساعد العالم او لا. وسارة عندها دافع تساعد العالم، حتى من وقت ما كنا بسوريا كانت تساعد العالم. فبشكل عام هي بني آدم بحس بدها تساعد العالم بطريقتها، وهذا شيء مو غلط. وإنه كمان فيني إلا إنه بس لأنه إحنا كل واحدة راح الطريق غير الثاني، هذا شيء مو غلط. شو كنت ببلش؟ شو علاقتك مع كلمة لاجئة؟ أول شيء كانت صعبة، لأنه لا تعلمت شو يعني لاجئ. كنت بعرف شو يعني لاجئ، بس ما تعاملت مع حدا أبداً. وبشكل عام يعني بحياتي ما قعدت مع حدا وحكيت على اللاجئين. ما بعرف، يمكن كنا بعاد عن هيك قصص بسوريا، بس لما طلعت حسيت إنه العالم بيحكوا بيقولوا انه مثلا انه انت لاجئ كمسبه. انا انه اوكي ماشي. اول شيء كنت صغيره، 17 كان عمري، فلما صار الحكي على الفريق اللاجئين وهيك انه ما تقبلت الفكره ابدا، لانه انا كان بدي يكون بالاولمبياد، لانه انا كان بدي يكون حدا اشتغل طول حياته لحتى يكون بالاولمبياد، لصير سباح اولمبي، مو لانه انا طلعت من سوريا وصرت لاجئة وفي فريق وخلص يلا نطلع. انا كان بدي شارك لاني انا سباح قبل ما اكون لاجئة. بس بعدين لما العالم بلشوا يبعثوا لي مسجات وبلشوا يورجوني، مثلا ورجونا فيديوهات انه في لاجئين بكركوما كانوا يتفرجوا، في عالم بسوريا كانوا عم يتفرجوا، في عالم، انه حسيت انه تبع انه get over yourself، انه مو بس عنك، انه ما بقى شو ما فكرت وشو ما عملت وشو ما سويت انه ما له بس حلمي. صار في كثير عالم عم تطلع اوكي انه شو حتعمل يسرى هلا؟ وين حتروح؟ شو حتلبس؟ شو حتعمل؟ فبشكل عام مو انه كشيء سيء، بس كان انه شيء انه مثلا اذا طفل لاجئ عم بيطلع عم بيقول اوكي يسرى قدرت تعمل، ويسرى قدرت تروح على الاولمبياد، معناتها انا فيني كمان. فلما انا فكرت بهذا الشيء وطلعت اوكي
ليش انا ما اخذ هالفكره غيرها واحكي قصتي، احكي انا وساره لما قررنا نحكي القصه، احنا قررنا نحكي القصه كمان لنشجع العالم تحكي على القصه. في كثير عالم سوريين بيكتبوا لي بيقولوا لي انه انا ما كان عندي، انا لما اقول لهم للعالم ما بيصدقوني، بس هلا انت قصتك برا، لما احكي مع حدا بقول لهم شوفوا قصتي يسرا وساره مرديني. فهذا شيء كثير كبير، هذا شيء مو كل حدا عنده بالحياه، مو كل حدا عنده، حتى ما لازم كل حدا يكون عنده شجاعه انه يحكي قصته. انت هي قصتك تحكيها ولا لا، بس نحن حسينا انه نحن كان عندنا مسؤوليه نورجي انه لاجئ كمان فيه يكون هيك، كمان فيه يروح يشتغل. كمان نحن بسوريا ما كنا قاعدين وما عم نعمل شيء وما في حياه، كنا السباح كان سباح بسوريا، الدكتور كان دكتور بسوريا، المهندس كان مهندس بسوريا. بس لما يطلعوا، لما تطلع كلاجئ على المانيا مثلا، ماما طلعت كان عمرها 40 سنه، بابا طلع كان عمره 45 سنه، هذا شيء مو سهل. ممكن انا طلعت 17 سنه، اخذت اوكي 5 سنين 3 سنين وبلشت احكي، بلشت عندي رفقات وكل هالقصص، بس غير لما تطلع انت اكبر، اخذ وقت يعني طويل لحتى يتعايش وحتى يصير عنده رفقات، لحتى لهلا مثلا بتفيق مثلا اوكي انه انا يا ريت انه بسوريا، اشتقت لامي، اشتقت لعائلتي، مثلا كل عائلتنا لسه بسوريا يعني احنا. ف بشكل عام اول شيء ما كنت اتقبل الفكره ابدا انه كل لاجئه، بس بعدين حكوا شغله كمان غيرت كل تفكيري بالاولمبياد بريو 2016، قالوا انه شي از ذا فيس اوف ذا ريفوجي اولمبيك تيم اور ذا ريفوجيز. وبعدين انا لاحظت انه في عندي، انا لازم يكون عندي رساله، هاي الرساله هي رساله امل. فهذا الشيء غير تفكيري كله، انه انت اللي تاخذ شغله يا بتعملها شغله ايجابيه يا سلبيه. ويعني مرات ما تحسين انه ما يعيبك انه مثلا كل هالشهره وهالمشاريع والسفرات والمجلات يعني مقيدينك بهالعنوان، انه لو انت ما كنتي لاجئه تحسين كنتي بتحصلين هالفرص؟ هل هالشيء ضايقك انه بس عشان حطيتوا عليه الستيكر الحين بغيتوا تسوون معي مقابله؟ اول شيء حسيت هيك، اول شيء لانه بلشت اعمل مقابلات كثير، وبلشت اروح واعمل وسافر وما اسال ليش، وما اعرف كيف اقول لا. هي اول شيء، كنت صغيره، كنت 18 سنه، ولما بلشت اشتغل مع اللاجئين مثلا او روح على الكامبس وهيك، كان كنت 18، فكنت انا مالي عرفانه شو اعمل بحياتي اول شيء، او انه شو الهدف بعد سباحه مثلا. بس بعدين شوي شوي بلشت افكر انه مو كل العالم عندهم هالفرصه. هي اول شيء. ثاني شيء طلعت انه انا فيني اعمل شيء. انا لما مثلا احكي على القصه، ما بحكي على القصه بس لاني انا بدي احكي على القصه، وحكيت على القصه يمكن شيء مليون مره. وليش عم بحكي على القصه؟ لانه في عالم ما عندهم هالفرصه يحكي على قصصهم، فبقول اذا انا حكيت قصتي ممكن هو يكون عنده فرصه يحكي عن قصته كمان، يقول يسرى انه عملت كل هاد فانا كمان فيني. بس بشكل عام اكيد ضليت كم سنه انه اقول انه انا ليش ما عندي، ليش ما فيني بس اطلع بارتي، ليش ما فيني بس اطلع اروح مع رفقاتي وخلص يكون عندي حياه طبيعيه. حتى لما كنت عم اتمرن للاولمبياد الثاني ما قادر اتمرن بشكل كاي رياضي مثلا، كنت سافر وروح اتمرن بالاوتيل، وروح اتمرن بالجيم تبع الاوتيل، واحكي مع المدرب شو اعمل هلا وشو ساوي. فكمان تشرح هذا للرياضيين اللي كنت عم تتمرن معهم، كمان هذا الشيء صعب، انه ما بقى في حياه طبيعيه. بعد ما طلعت من سوريا يمكن كان في، طلعت 2015 وشهر التاسع وصلنا احنا، 2016 كان الاولمبياد، اول اولمبياد، فكل شيء كل شيء تغير. بس انا بصراحه من وقت ما كنت صغيره، يمكن كنت صف ثاني، غيروا الكتاب الانجليزي لما كنت صف ثاني، فكل ما انجح انا بصف يتغير الكتاب الانجليزي. فانا شو فكر؟ انه انا حدا مميز. فمن صف الثاني كنت عارفانه اني حاعمل شيء بس ما كنت بعرف شو،
ودائما اقول انه حاعمل شيء بالحياه، حاعمل شيء كثير كبير. ولما هلا بفكر مثلا ما بفكر اني انا عم بحكي القصه بس لحتى احكي القصه، انا عم بفكر انه انا بدي ابني شيء لما انا اروح من هالدنيا يضل عم بيشتغل ليساعد العالم. هيك انا بفكر بصراحه، مو لانه انا انحطيت بهذا المحل. كان فيني اقول انا بدي اروح طريق الفاشن، انا بدي اروح، بس عم بعمل انا الادفوكسي ورك اللي عم بعمله، عم بعمل فاشن، عم بدرس، ورحت على الاولمبياد مرتين فالحمد لله. يعني السباحه خلاص، السباحه خلاص. هل تحسين عشان يمكن ابوك ضغط عليك وايد ودخلتي السباحه وهذا كان تذكره ان تطلعين وتوصلين للعالم، ايه، بس دائما كان في علاقه حب وكره بينك انت والسباحه؟ ايه اكيد. بس ايمت انا لاحظت انه انا عن جد بحب السباحه؟ لاني انا بحب السباحه مو لانه ابي بحب السباحه. لما تركت السباحه سنه كامله ما حسيت، لا كان عندي هدف لا كان عندي سباح بيعطي 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات من يومه لسباحة وتمرين وجيم وشو عم تاكل شو عم تعمل وين رايح. يعني حتى رفقاتي اللي سباحين سوريا لهلا رفقاتي، لهلا بيعرفوا كل شيء عن حياتي وانا بعرف كل شيء عن حياتهم. بصير عندك مثل عائلة كمان، يعني المدربين وكله بيتعب مو بس انت يعني. فهي سباحة لعبة فردية، ما بفهم ليش، لانه بدون الفريق وبدون مدربك وبدون مدرب الحديد وبدون النوتريشن صعب تتقدم يعني بصراحه. بس ايه هاي السنه اللي تركت فيها سباحه انه طلعت هي، لانه مالي بني ادم عادي، ما بدي يكون حدا عادي، انا بدي يكون عندي هدف وبدي يكون انا بدي اروح على الاولمبياد. ما كان عمري 9 سنين كنت افكر اروح على الاولمبياد، فكيف وين وشلون ما كنت بعرف. من الإشاعات اللي على السوشيال ميديا، بس أنا أحب دائماً أخذ الرأي من المصدر، من الإشاعات إن أهلك يوم راحوا ألمانيا آخر شيء انفصلوا. لا كانوا منفصلين من قبل. من قبل؟ إيه من قبل. وهاي السؤال مو على الجوسب، تحسين إن الظروف والحرب والهجرة هل الشيء وايد تأثر على العلاقة؟ لا ما دخل. ممكن عالم تتغير، ممكن عالم يصير عندهم مثل حلم غير الحلم اللي كان بسوريا مثلا، بس هذا الشيء مو لانه هن طلعوا على الغرب. انا بتوقع هذا الشيء لانه نحن بصراحه كمجتمع، مجتمعنا قاسي، المجتمع العربي هلا شوي شوي تغير، بس بشكل عام احيانا مثلا لما حدا يكون عنده حلم، مثلا انا بدي اكون طبيبه ولا مهندسه، اسهل بالمانيا من انه جرب سوريا بصراحه. بصراحه ف ما بعرف، لانه انا ما يعني ما كان عندي تجارب ابدا بصراحه، فما بعرف. بس اغلب العالم اللي طلعوا ما تغيروا بشكل سلبي بصراحه، يعني كلهم تعلموا اللغة وكلهم مثلا اللي صار مهندس اللي صار دكتور اللي صار، فأغلبهم كملوا اللي كانوا مبلشينه بسوريا، بس الفرص كانت أحسن بأوروبا. هذا الفرق الوحيد اللي أنا برأيي. وهل انفصال ولا طلاق الأهلي أثر على العائلة ولا كان بطريقة؟ يا أهلي لساتهم أصحاب يعني ماله يعني طبعا كان في مشاكل، بس هلا اصحاب يعني. هن لما طلعوا سوا كانوا منفصلين، طلعوا سوا هن، ف ففي ثقه يعني قد ما كان. الحمد لله. طبعا ف هي بتتمنى له كل الخير، هو بيتمنى لك كل الخير. وانت تتمنى لهم خير؟ انا بتمنى لهم كلهم خير. اهلي. لا الاثنين بصراحه، بابا ولا ماما عملوا كثير صح. لولاهم اكيد تعلمنا احنا كثير كمان يعني لحالنا، بس عملوا كل شيء ليعطونا الفرص اللي هن ما كان عندهم اياها، وهذا الشيء كثير كبير بصراحه الي يعني. ليش بعد اجيب لك الموضوع؟ عشان ياما جلست مع اشخاص خصوصا يمكن في عالمنا العربي ويتضايقون وايد لو الاهل انفصلوا، ويتضايقون مرات اكثر لو الاهل راحوا تزوجوا ولا حبوا من اول جديد، واشوف للاسف ان هذا شيء جدا اناني. يعني انت تبغى اهلك يتمون بس اهلك مش سعيدين مع بعض، زين لا هاي انا من الانانيه انهم يبقون مع بعض. لو انت انسان صدق تحب الاهل مفروض تتمنى لهم السعاده وين ما كانت. طبعا طبعا. فهل النظره لازم نغيرها كلها؟
طبعا. ولو الأب ولا الأم، يعني مرة أذكر سألت حد قال لي لو أبوي رد تزوج أنا بخاصمه. قلت له وانت كم عمرك؟ كان عمرها صراحة. كان عمرها أظن شيء وثلاثين. كنت أقول لها لمتى بتحبسين أمك ولا أبوك لمتى؟ يعني لا هي معانا، لا مش معاكم أنت، هي مش ملكك ولا أنت ملكها. لا لو الأم حبت بعد مرة زين خلت حبي حياة قصيرة حبي. لا بالعكس أنا بتمنى لهم أن هن يلاقوا عالم يحبون وهن كمان يحبون، لأنه إحنا مالنا كل واحد عنده حياته. ومثلا هلا انا عايشه بامريكا، ساره عايشه ببرلين بس مو مع ماما مثلا، بابا عايش ببرلين بس بعيد شوي عننا، فكل واحد عنده حياته. كمان هن بني ادمين بالاخير يعني، بس لانه امك وابوك هذا لا يعني انه انت تمتلكهم يعني. صحيح. بعدين هن الكبار، هن اللي لازم يقرروا شو يعملوا بحياتهم، بس لانه تزوجوا او ولدوا بالشرق هذا لا يعني انه انا البنت بيجي يقول لا اذا والله اذا تجوزت ما راح احكي معك. يصير مشكله. ايه صح بيصير، بس كمان هنا عندهم حياته بالاخير. انا ولا انت ولا اي حدا راح يروح يكون عنده علاقه ويتزوج وما يكون عندك وقت لاهلك، فالحرام ما يكون عندهم حدا يعتني فيهم كمان يعني. صحيح. بالاخير ومالهم صغار يعني. الحب، شو معنى الحب بالنسبة ليسرى؟ هلأ في كثير أنواع من الحب، أنت شخص للأهل للرفقات. لما أقول لك كلمة الحب شو تشوفين؟ شو معنى؟ ما بقى كل إنسان بيحب طريقته. أنا ما بعرف كيف بحب طرق. أحياناً ممكن كون عم باكل وجيب لحدا أكل مثلاً. أحياناً كون حدا نايم وبس غطيه يعني، حسب ما بعرف كيف أشرح يعني بصراحة. حلو. فإحنا أنا يعني ما كثير حكينا عن الحب. صح. إحنا وأهلي ف أصلاً كل ما أتكلم لا يعني مو بس أنت وأهلك. صح. إيه. في لازم تقرين كتاب لغات الحب الخمسة، تعرفين عنه؟ سمعت فيه. إيه. سمعها ما. فهذا يبسط لك الموضوع يعني. أنت الشيئين اللي ذكرتي اللحاف. بعرف إن ال physical touch. and service. service. you just said the service. تمام. إيه service وشو كمان؟ words. words. الكلمات. physical touch. physical touch اللغة الجسدية. الهدايا. الخدمة. تمام. وكواليتي تايم اللي هو اوقات الاوقات الحلوة يعني. صح. المشاركة. صح. إيه. لا هذول شفتهم ما بعرف وين، بروبلي اون تيك توك. بروبلي. احس تعرف بنسألها بدل ال انيمال وكالر كيوب. صح؟ يمشي. انت تعرفين السؤال المكعب؟ لا. حلو. اوكي. بس احتاج خيالك. يلا. سؤال وايد حلو يعني. أنا مخ. عشان جي أنا ما كنت بسألك، بس بعدين ما سألت فيك قلت لا خلاص أسألك. أوكي غمضي عينك. غمضت عيني ماشي. تخيلي الحين معي، حلو استعملي خيالك الجميل. تخيلي يا يسرى صحراء فاضية جرداء، ما في ولا شيء ولا شيء ولا شيء في الصحراء. وفجأة تشوفين مكعب. أوكي. كيوب. وصفي لي المكعب اللي تشوفينه. مكعب صغير وفيه هذول الألوان أصفر وأحمر وأخضر وأزرق. صغير أبيض. صغير يعني أصغر عنك أنت؟ إيه هذا المكعب اللي بنلعب فيه. من روبكس كيوب. روبكس كيوب. أوكي وشفاف ولا ما تشوفين داخل؟ لا ما فيني أشوف شو بقلبه. أوكي وين موجود؟ موجود على سطح الصحراء ولا يطير ولا داخل؟ لا على السطح على الرمل. على الرمل. أوكي. وجد لا قلنا شوف ايه اوكي بعد المكعب تشوفين سلم. أيوة. لادر. اوكي وين السلم؟ يمكن خطوه من المكعب. بروحه واقف يعني بنفسه؟ مستقل ولا مع المكعب؟ لا مستقل. مستقل واقف سيدة ولا نايم على الارض؟ لا واقف. واقف. جديد ولا قديم؟ لا حسه جديد. جديد. وكم خطوة على السلم؟ فوق 12 خطوة؟ لا قليل. هيك بقول شي 12 13. 12 13 اوكي. بعد السلم
تشوفين خيل حصان وصفي لي الحصان. بصراحة ما بعرف ليش تخيلت بعد السلم في غيمة وبعدين غيمة لا تدخلينا في الغيوم ما في غيمة بس حسيت الحصان فوق فوق السلم اوكي عادي ايه بس ولا مو على شيء يعني ايه ايه اوكي خلينا نقول السلم وفوقه حصان يعني واقف الحصان ايه بس مو على السلم على الهواء على الهواء ايه وكيف توصفينا؟ حصان عربي حسيت اوكي بني بني حلو شعره طويل اوكي وقلنا المكعب بجانب السلم وفوق السلم في الحصان في حصان اوكي اوكي بعد الحصان شفتي ورود اوكي وين؟ كمان على طريق الحصان على طريق الحصان اوكي وورود وايده ولا قليله؟ هيك يعني باقه حسيت باقه هم نابضين بالحياة ولا ياس يموتون ذابلين؟ لا نابضين نابضين بالحياة حتى تولبس اوكي حلو انزين بعد حصان صفر وحمر يلا بعد الورود تشوفين عاصفة اوكي وصفي لي العاصفة مثل اللي بالاخبار لما يقولوا لك في اعصار ايوه تاع الفيلمز اوكي وينه؟ حاسسته من تحت لفوق يعني من الأرض من ال وهل للرمي. بعيد ولا قريب؟ لا كمان قريب حسيت دغري بعد حاسه حالي عم بروح طريق فالعاصفه جايه اتجاه المكعب والسلم وهالشيء ولا؟ ايه ايه وهل اثرت على اي من العناصر؟ حركت شيء هزت شيء عقت شيء حسيت حركت بس الروبيك كيوب الروبيك كيوب افتحي عينك تحليل تايم اوكي تحليل فهذا الله يسلمك اسمه كوكولوجي تيست اوكي سايكولوجيكال تيست بيست اون يور سب كونشس اوكي و باي ا جابانيز سايكولوجيست اوكي يلا يا مدام النقطة الأولى المكعب المكعب هو انت الشعور بالذات او الانا سو انت والايجو انت الايدنتيتي مالك هو المكعب okay. صغير معناته متواضع اكثر خجلا انطوائي وتفضل الاندماج اكثر من التميز اوكي okay. على سطح الصحراء يدل على الاستقرار منطقي تعرف ماذا تريده من الحياه وتجتهد للحصول عليه اوكي okay. صلب يعني مش شفاف تعرف من أنت ليس من السهل التلاعب بك وواثق من نفسك اوكي هو مو بكمبيتيشن أنت تصدقين حق عملك مو بسباك بس حلو أهم شيء يكون صح السلم سلم هم العائلة والأصدقاء حلو سلم منفصل واثق من نفسك ومستقل وهذا جدا صح عشان أنت كإنسانة جدا مستقلة مستقلة من أهلك مستقلة من ألمانيا مستقلة في بلاد غير تدرسين روحك هاي صدق شخصيتك قلتي سلم قصير يعني بين مش طويل طويل تعتبر نفسك قائدا او نوع من الالفا اوكي السلم الطويل عشان اعطيك المعنى منفتح وتحتفظ بالعديد من الاصدقاء والمعارف انت اكثر على الثاني هل السلم كان اعلى عن المكعب ولا نفس الطول ولا اقصر لا شلون يعني اعلى يعني لو هذا المكعب السلم اطول ولا نفس المستوى ولا لا هذا المكعب وسلم سلم يعني اوكي اعلى من المكعب تقدر اصدقائك وعائلتك تقديرا كبيرا وتهتم بهم لو يعرفوا اوكي لو يعرفوا الحين بيعرفون اوكي عدد الخطوات في السلم يتعلق بعدد الاشخاص في دائرتك فانت قلتي 12 يعني لديك عديد من عدد قليل من الاصدقاء صح. ولكنك تستمتع ايضا بصحبه معارفك فمعارف كثيرين ولكن الاصدقاء قله الحصان البني الشريك المثالي فالحصان هو الحبيب ولا الزوج ولا البوي فريند اللي هو ولا المثالي يعني ذا ايديال وان فالحصان انت قلتي قريب من المكعب يدل على علاقه وثيقه يعني هيلثي صحيه من اغرب الاشياء اللي سمعتها عشان اول مره اسمع ان اللي يكون الحصان فوق السلم انا بقول لك تخميني من كذا ما سألت السؤال من كذا ما عرفت هل هو مو فوق السلم أعلى شو حسيت أنا هاي المكعب هاي السلم
بس هون ما بقى في شيء قلت لي ما في غيمة، أنا تخيلت غيمة. فبعد خلص على الهواء واقف ما له على السلم. أوكي فنقدر نحلل. أول شيء قلنا أنه هو قريب من الأشياء وحتى قريب من الأصدقاء والعائلة اللي هم السلم. أوكي. فأنت الحبيب أو الزوج ضروري عندك يكون قريب. قريب من مهم يمكن هم بعد يقولون أن هالشخص زين. أوكي. لو ما حبوا الشخص يمكن أنت تتأثرين، لو أهلك وأقاربك وأصدقائك قالوا لك لا ما ينفع توكسيك بيأثر عليك. ثاني شيء أنه هو عالي مثل ما رحنا قلنا هني أنه السلم يوم وصلنا كنا قايلين الله يسلمك أعلى من الكعب، يعني تقديرك تقديرك للشريك تقدير عالي جدا ومهم، عشان شي هو عالي. أوكي طويل يعني هو ولا مش طويل؟ هذا أنت الحين تخبرينا هم، أنا ما يخصني، في واحد طويل تحب. بنية قوية ترغب في شريك يوثق به ويعتمد عليه، أنت قلتي شعرة طويل وجميل وكذا. أوكي الزهور هم الأطفال. أوكي كمية الزهور تشير إلى عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم أو تكونين معاهم، عشان تحبين أطفال ولا لا؟ في ناس ما يحبون أطفال. كانوا بوكي. بوكي. فبس أنا دائما أشوف إنه هو يدل على حبك للأطفال بشكل عام. مزدهرة نابضة بالحياة تعكس صحة أطفالك وازدهارك بهم وعلاقاتك بهم. اللي أنت قلتي حتى اللي ضحك في الموضوع اللي حلو يعني إن هم كانوا قدام الخيل. فمن الشريك المثالي الأطفال. ايون فهذا كان حلو. بالقرب من المكعب تتمنى ان تكون علاقتك باطفالك قويه. واخر شيء العاصفه هي المخاوف والضغوطات والاحساس بالتهديد والقلق. تعصف العاصفه باي من العناصر دون التاثير عليه او التاثير، انت قلتي بس ياثر الكيوب. على الكيوب، وتبين تسمعين الشرح وحين تشوفي بعيب. قد تشعر حاليا بالارهاق بسبب مشاكلك، لديك خوف من النتيجة أكثر من المعركة نفسها. وأنت من شوي قلتي لي الشغل وايد كان زين، بس أنا كيسرى ضعتي في هالجدول والشغل وكذا وكذا وكذا، فهاي كل الضغوطات وهالأشياء. فطلعتي صريحة يعني الحمد. والله كيف حتعرف إذا صريحة ولا لا؟ عشان أنت يوم تجاوبين هالسؤال ما تعرفين شو تجاوبين، فالتحليل أو يطلع مثل ما الكلام اللي أنت قلتي من شوية ولا؟ أوكي إذا يا يسرى، إذا أنت تعرفين أن الله يعطيك طولة العمر، بس هاي سؤال افتراضي، إذا قالوا لك أن في 3 سنين بتموتين، شو بتغيرين في حياتك من اليوم؟ وثلاث سنين مش فترة قريبة، يعني مو بالكلام البكرة، لا يا ستكلم 3 سنين. بعيش جنب أهلي، ممكن مو نفس البيت بس جنبهم. بفتح الفونديشن، لأن هلا في جمعية خيرية عم بفتحها، فراح افتحها، و ممكن بقضي أكثر وقت مع أهلي، ممكن تف هلا ايه بتوقع بنتقل بعيش مع أهلي، افتح الجمعية، لأن أنا كان بدي حتى إذا أنا هون أو لا بدي العالم يتعلموا كيف يساعدوا بعض، وهذا الشيء أنا كثير كثير بدي أعمله، بدي يكون في الجمعية إذا أنا موجودة أو لا. وممكن بهالثلاث سنين أقدر أبني عائلة وشركة. كده دول كتار صح 3 سنين. وليش هالسؤال أثر فيك؟ لأنه أكثر شيء إنه العائلة بعيدة عنا، ويمكن لأنه كمان بشكل عام سوريا غير أوروبا، بس كمان أوروبا غير أمريكا، وبشكل عام ما بعرف إذا يعني لما يكونوا الأهل وين ما كنت، لما يكونوا الأهل، لما يكونوا العالم اللي تعرفت عليهم لما وصلت على ألمانيا كانوا عالم كتير مناح، وكانوا عالم مو بس إنه أنا رفيقتك لأنه أنت مشهورة، لكن مشهورة لكن حدا يعني، وبيعرفوني من وقتها ولهلا رفقاتي، فهذا الشيء كمان كتير كتير حلو. بأمريكا شوي غير
then hi, you look so cute. فما بعرف الشغل كتير منيح بأمريكا، دراسة كتير منيحة بأمريكا، بس مثل ما قلت كشخص كبني آدم ما بعرف كيف بتعامل وما ما بحب كيف بتعامل يعني بصراحة. سب ألمانيا يجي عندك الشخص كتير كتير صريحين وكتير بيجي بيقولوا لك الصراحة والحقيقة لوشك وبيمشوا يعني. فأنا أنا نوع شخصيتي إنه بيجي قد ما كانت مثلاً الحقيقة صعبة إنه أقول لك ياها بقول لك ياها وخلص. فما بحب اللف والدوران. بأمريكا so cute بعدين بيمشوا شوي that was ugly. فكتير السوسايتي غير. فحتى ألمانيا يعني كان في كم سنة حتى تعايشت، بس بحس هيك الله بعث لي عالم طيبة يعني بألمانيا. بأمريكا حسب. سؤال اللي بيتوكس هاي لعبة جديدة، بعطيك واحدة منها عشان تلعبين مع أصدقائك. بس هذا بعطيك مجال إن أنتي شفل يس، وأنا بختار أول سؤال. يلا اوكي تغيير. اوكي اوكي اول واحد بس. ها حلا، ما هي نقطة ضعفك في الحياة؟ وقبل ما تجاوبين ارميها، وهذا يقول لك اسلوب الجواب. فري اوكي هون بي اوبن. Be open. كوني منفتحة. ما هي نقطة ضعفك في الحياة؟ بوثق إن العالم عنده طيبة بقلبه كثير عالم، حتى لو العالم ما كانوا مناح. لما أتعرف على العالم إنه حتى لو عملوا شيء غلط بقول إنه في نقطة، دائما بدور على النقطة الإيجابية بالشخص أو بالسيتويشن أو أي شيء اللي بيصير، دائما طلع على الشيء الإيجابي. وممكن أحيانا طلع على إنه بستنى الشيء الإيجابي ليصير، بس كتير أشياء سيئة بتصير وأنا بقول لا لا إنه رح ي they will fix it، رح يعملوا رح يزبطوا رح ي فهي شغلة كتير هي منيحة ومو منيحة بصراحة بنفس الوقت، بس يمكن لازم شوي يكون شلون بيقولوها؟ واقعية. ايه واقعية وأقسى شوي بهدول، لأنه في straight facts، في شغلات خلص إنه البني آدم إذا عملها مرة مرتين وثلاثة خلص أعطيتهم ثلاث فرص، الرابعة أنت الهبل يعني. شوي شو يقول لك؟ لا fool me once shame on you fool me twice. هل صدق عندك خوف من البحر؟ بصراحة مو خوف. عندي كتير احترام وخوف بطريقة، مو خوف يعني أنا خايفة أسبح بالبحر أو شوفي بالبحر، بس أنا لما مثلاً روح عايشة أنا بأوروبا كتير عالم ماتوا بالبحر بأوروبا لما كانوا عم بيحاولوا يطلعوا على البلم، يطلعوا في كان بيبيات على القوارب، في كان أولاد على القوارب. فبشكل عام إذا بوقف عند البحر وبتطلع بتفرج على البحر أنا بشوف الأرواح، بحس تبع مو الأرواح بس بشوف أنا إنه كانوا عم يتعذبوا هنا لحتى أنا فقدوا حياتهم. فهذا الشيء كثير بيأثر علي بطريقة سلبية، بقول إنه ليش. في مرة كان في خطاب أنجلينا جولي أعطته حكته وقالت إنه ليش أنا عندي حياة منيحة وليش أنا I survived وهذول العالم لازم إنه بس لأنه ولدوا بسوريا أو ولدوا بأفغانستان أو ولدوا بالسودان لازم يتعذبوا ويروحوا ويحاولوا يعيشوا ويحملوا أولادهم ويتركوا بيوتهم ويتشنططوا هالشنطة كلياتها. وكتير بفكر بهالجملة اللي قالتها. فممكن أنا لما بلشت أشتغل وساعد لاجئين كان ذنب، كان السيرفايفل جيلت، كل ما في حدا سوري ما عنده، اللي بيعيشوا برا بيعيشوا بدبي ولا بيعيشوا بأمريكا ولا وين ما عاشوا أحياناً ما بنقدر نعيش حياة طبيعية
انه بنحس بالذنب. لسه في عالم بسوريا، لسه في عالم ما عنده خبز، لسه في عالم ما عنده كهرباء، ما عنده بيوت، ونحس انه ما فينا نساعد بسوريا بالذات يعني. فانت قديش صعب يكون ان انت تقدر تساعد كل العالم بس بلدك واولاد بلدك ما تقدر تساعدهم؟ كيف بدك تفوت اصلا المساعدات ما بتعرف؟ فهذا الشيء اللي فكر فيه انا دائما، انه ايه صح، انه بحس رب العالمين ساعدنا نوصل لسبب، انه عنا احنا هاي المسؤوليه نساعد ونحكي ونقول. وفي عالم لهلا، في عالم علقانه باليونان هلا، لسه كل شيء عم بيصير يعني. لسه ما لا صار له 8 سنين هذا الحكي، واكثر 10 سنين العالم عم تحاول تطلع. طيب بدهم حياه طبيعيه مثل اي حدا تاني. كم تقضين وقت روحك؟ بقدر اقعد فتره كثير طويله لحالي بصراحه. وتسوين هالشيء ولا ما تسوين؟ او لما كنت عايشه بالمانيا ايه، بس هلا ما حكيت انه عم سافر كثير وعم روح، ما عم بقدر. وعم لاحظ اني عم بتضايق من العالم اللي حوالي على بقول لك رجعي ايه على اصغر شيء لازم ايه. لما كان كوفيد وهيك كنت لحالي انا بهامبورغ، كنت كثير يعني اعمل شيء جديد، اطلع اعمل رياضه. اللي بضايقني هلا مو لاني مالي حالي، بس اللي بضايقني انه ما عندي روتين. كسباحه او كلاعب رياضي، انت كان عندك روتين كل حياتك، وقفت سباحه ما عندي روتين، ما بعمل شيء. اذا عندي يوم واحد مثلا ما عملت شيء بانيك، انه ليش انا ما عملت شيء؟ ايه تماما. فهذا الشيء انه بنتعلمه من وقت ما كنا احنا صغار، انه لازم تروح وتساوي وتعمله، انه اوكي يوم خلاص اقعد اتفرج على نتفليكس كل اللي بدك اياه يعني. ايه فهي الشغله انا لسه عم بتعلم شوي شوي. فلما سافر شو بصير؟ بيكون عندك البرنامج اللي مثلا الشركه اللي انت عم تشتغل معها حطته، او وبتحاول مثلا تقول ساعه ساعتين بس، تطلع بالسياره بيكون في عجقه بتطلع هي، وما بقى في لك وقت لحالك. وبرجع انا بالطياره اغلب الاحيان بصراحه، ما كثير اشخاص يعني يمكن شخصين بيعرفوا هذا الشيء. لما اطلع بالطياره بحس كثير في مشاعر، وكثير في مو انه ديبرشن، بس كثير في زعل. لما خلص مثلا شيء كثير كبير وضل 10 ايام رايحه جايه، بطلع بعد بالطياره انه بس يعني يا ببكي يا بحاول اكتب يا بحاول اعمل شيء، انه اخر شيء بصفي الوقت تبع الطياره الي. It is wrong. ولما وصل مثلا على امريكا عندي شيء لاعمله للجامعه، او عندي امتحان، او فصعب يعني. كان عندي وقت اكثر لما كنت سباحه من هلا، لانه كان في روتين وكان في خلص بقول لهم انه اي كانت عندي سباحه عندي تمرين ما فيني. لما كنت سافر ساعتين تمرين ساعتين تمرين، يعني حتى لو كنت عم بتعب بالتمرين كان عندي وقتي، ما حدا بيقدر يقرب. بس هلا صعب، عم حاول، بس لسه كمان ما عندي مانجمنت، فشوي شوي لانه عم بنتقل من قرنه لقرنه. بتوصلين اه. هل انت سعيده؟ باي ناحيه؟ في كثير نواحي، ما فيك تقول انا 100% سعيد يعني بصراحه، كل حدا عم يكذب عليك. ما في حد اصلا. لا اكيد لا. بس بشكل عام مثل ما قلت، انه انا الحمد لله صحتي منيحه، اهلي مناح، اهلي بسوريا مناح. وبشكل عام عم تتوفر لي فرص الحمد لله. من 10 كم تعطين؟ بصراحة 8.5. حلو. وكيف صحتك النفسية؟ بحس انه فيني، بحس اني انا بني ادم، فيني اعرف ايمت اخذ خطوة لورا، خطوة لقدام، بعد احكي للشخص انه اعطيني وقت، اعطيني فترة. فبشكل عام يعني اذا بدي احكي مع حدا بدق لمدربي سفن، كان دائما يساعدني بكل شيء. اغلب الاحيان يعني اذا بتساله بقول لك مثلا دقت لي حكت لي كل قصه حياتها مثلا يعني. بس كثير منيح يكون عندك اشخاص بتوثق فيهم بالحياه، ما يكون الشريك شريك حياتك مثلا.
ما يكون الأم، ما يكون الأب، ما يكون 100%. آه فبحس هذا الشخص هو سفن إلي، وكثير صريح، عاد كثير ألماني، بقول له مثلا كل شيء، بيقول لي إنه أنت كنت غلط، وأنا I respect it، نخلص أوكي اللي هيك بحترم، اللي أنت الغلط أنت غلط بحترم، وإذا بعرف إنه أنا الغلط بقول له أوكي ما راح أقول لك إنك صح، بس راح أعتذر لهذاك الشخص مثلا. فهو شخص كثير بوثق فيه وكثير بحكي له. احيانا اختي الصغيره شهد بيكون عندها مثل انه نصيحه احسن من نصيحتي مثلا. ايه بس انه بتحكي، بس تكون مثلا ما حابه تحكي لي كمان قصه حياتها، بس انا كمان بسالها بقول لها انه شو اعمل شو اسوي، وبحس انه أكبر من عمرها أحياناً. كمان هي مرت بكتير شغلات يعني، بس إنه لذيذة بتعطيك نصائح أحياناً يعني ما بتخطر على بالك أصلاً يعني. تعرفين اللي قلتي وايد مهم، وعشان شي أبغى أعقب على الموضوع. في غلطة وايد نحن نسويها، يوم واحد عنده شريك حياة يتوقع إن هالشريك مفروض يأخذ وظائف كثيرة، وظيفة الأخ، الزوج، صح، الحبيب، الصديق، الرفيق، الطبيب النفسي، المعلم، المحفز، الأم، الأب. وهذا ما في أي إنسان في الدنيا يقدر يوفي، وهو بيحس بالتقصير وانتي بتضايق عشان توقعاتك هني ووصلت هني. فاللي انتي قلتيه جدا مهم، سواء طبيب نفسي أو أعز صديق لك أو صديق مقرب، لو انتي كل دقيقة بتروحين تشتكين لحبيبك ولا زوجك بيتعب، عشان مرت على اسخف الاشياء انت بس تكبينه وتفرينه مكان واحد. بس لو رحتي كلمتي مثلا زفن وخلاص قالت هدي الموضوع مش كبيره، تروحين البيت مرتاحه، صح، عشان فضفضتي، صح، بدل ما تفضفضين على الشريك نفسه، وهني وايد وايد مشاكل تستوي. فهاي نقطه مهمه. شو اصعب مرحله مريتي فيها؟ في كثير مراحل صعبة. أصعبها يعني حتى نفسياً أصعب شيء هلأ في بتوقع لما كنا مثلاً بسوريا، شو ما صار بالحياة كان لازم أوكي أنا ماشي عادي يلا، يعني ما نحكي عن شيء مثلاً، ما نحكي زعلان أوكي ماشي مشي نأرجل. فهيك يعني ما بتحكي كثير يعني عن اللي عم بيصير او كيف حاسس يعني مثلا. وبتطلع على المانيا بصيروا يسالوك كل شوي كيفك، كيف شو حاسس، كيف مشاعرك النفسيه، فانت شو بصير انه انا منيح، شبني شو عم بيصير، انه انا زعلان، انه انا. فهي فتره كانت صعبه انه تروح انت من صفر لمية، ترى انه ما حدا بيسال على حدا عم بيسالك كل يوم. فهي كانت شغلة صعبة إنه يتقبل الواحد إنه كيف أنا مثلاً أحكي، كيف أعمل، شو ساوي. وفي كتير في كتير عالم أنا بعرف بألمانيا لهلأ في عندهم كتير مشاكل مثلاً نفسية، وهلأ شوي شوي عم بيفتحوا ينسان، عم بيفتحوا قلبهم، عم بيحكوا، عم بي عم بيتواصلوا. في عالم لسه على طريقة السورية، فحسب كتير مختلفة من شخص لشخص. وأنا إنه من البني آدم اللي أنا النوع إنه أنا بحكي بس، وحكيت يعني مع دكتورة نفسية وكل شيء، بس ما حسيت فهمت. ما حسيت فهمت إنه أوكي هي اشتغلت مع كثير عالم مثلاً اللي كانوا بالحرب وهالقصص كلها، بس ما حسيت عم تفهم علي مثل ما أمي حتفهم على شو صار بسوريا مثلاً. على رفيقتي اللي من سوريا مثلاً، على السباح اللي من سوريا بحاكيه بيقول لي ايه تتذكري أيام مثلاً، أو تتذكري لما كان رمضان ونروح بعدين. ففي شغلات فيك تحكي مع عالم من أوروبا عليها، وفي شغلات فيك تحكي مع سوريين. فكتير كتير غرفة أنا مع كان في فترة إنه أنا كيف منيحة شو عم يصير. وفترة كثير صعبة نفسياً كانت السنة تبع كوفيد، لأنه كان عندك حياة طبيعية وعم تروح التمرين، والأولمبياد كان 2020 وبعدين الأولمبياد تأجل. أنا هيك بعدين بلشنا نرجع نسبح شوي شوي، بس شو يصير حدا يكون بوزيتيف
كلياتنا نروح على الكورنتين، نروح على الحجر. وشو بيصير كرياضي عم تبلش من الصفر كسباح، اذا بتوقف يومين بيأثر على 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 كيف انت عم تسبح، على نتائجك وهالقصص. فهي فتره كانت كثير كثير صعبه، وهي الفتره اللي ضليت فيها لحالي واحكي كثير على التليفون مع كثير عالم، بس ضل لحالي يعني. فماما قالت لي انه تعبت، لا 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 عم تمرن. فضل روح اركض، روح على البسكليت، روح اعمل ارسم مثلا، اعمل كثير قصص. وهالفتره كنت سنجل كمان، فبس عن جد بس كنت عم بعمل مثل ديتوكسيشن، ما بعرف شو كنت عم بعمل، بس كنت مبسوطه يعني. كان عندي مثل هيك ميني روتين، انه في افطر، اعمل بريك، روح اعمل رياضه، ارجع ضب اتصور لي كم صوره مثلا وهيك. ف بس هي كانت اصعب لانه ما كان عندي شيء اعمله. ومثل ما حكيت قبل تبع انه السباحه وحده، في كثير عالم انه ما عملت شيء اليوم، انا بانيك. اي فكانت صعبه كثير، وما كنا عارفين ايمتى الاولمبياد حيصير، وانا كنت ما كثير مبسوطه بالسباحه. بس هي الفتره رجعتني، اعطتني مثل حافز اني اكمل. ليش؟ لانه ما كنت عم بقدر ركز على السباحه 2019 2020 سلام. بس بعدين لما اجت كوفيد ما قدرت اعمل شغل، وبس من المسبح على البيت، من البيت على المسبح، وكثير انبسطت. تقربت على فريقي، تقربت عن مع مدربي، ما كانوا كلهم معصبين اني ما عم روح التمرين، وكنت عم سافر كثير مثلا، وكثير انبسطت صراحه يعني. بشكل عام كان سبحت ازمنه جديده وهيك، فكانت سنه صعبه بس حلوه بصراحه كمان يعني. منو شخص كل ما تتذكرينه قلبك يحزن؟ في كان سباح يسبح معنا، وبعدين صار يلعب ترياتلون، اسمه إيهاب، وتوفى هو بسبب الحرب. وكنت أنا أصغر واحدة بالمنتخب، فكانوا مثلي شو كانوا يقولوا لي، يسموني في كان مسلسل سوري اسمه عشتار، فيقولوا لي عشتار كلياتهم، كانوا السباحين اللي اكبر. فكان دائما يجي مثلا يزيد كم كلمه، بس اذا حدا يجي يحكي معي انه يدافع عني. ولهلا بتذكر كلياتنا فتنا على المسبح لما عرفنا، وكانوا كلهم اجوا رفقاته لابسين اسود، وكل الشباب كانوا رايحين على الجنازه. كان يوم كثير صعب. وكمان كان في من سنه توفى خالي وجوز خالتي كمان بسوريا، بس مو من الحرب، بس كمان كانوا اثنين مرضانين، فهذول ثلاثه اكثر شيء صراحه. وإيهاب كان صديق قريب؟ كنا كل يوم نشوف بعض بالمسبح، فكلياتنا كنا مثل العيله يعني، تقضي معهم وقت اكثر من العائله يعني، حتى لو ما بتعرف شيء عن حياتهم. اخر مره بكيتي؟ اخر مره بكيت دقيقه، امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح. من شو؟ بلانينج. كنت لانه هلا انا مثلا بس يكون عندي شغل او عندي شيء، احيانا بكون عندك مثلا الصبح مقابلات والمساء برنامج او شيء، وتغير ألف مره البرنامج هون، وتضايقت على شغله كثير بسيطه بصراحه يعني. بس بعدين كنت عم ببكي وعيط وما اعرف شو، ودقت له لسفن. بعدين بعث لي مسج صغير يعني، قال لي انه خلص عادي، انه اتس اوكي، خلص انه انبسطي هلا يعني، ما حيتغير شيء. قال لي معصبه ولا مو معصبه، ما راح يتغير شيء، انبسطي وبعدين بنلاقي حل. شو تعني لك سوريا؟ صراحه سوريا احيانا بحس بالذنب يعني، انا ما عرفت قديش قيمه سوريا بقلبي مثلا، او كشخص او كسوريه، لانه لما كنت سوريا كان بس بدي اطلع من سوريا. وبعدين لما طلعت من سوريا حسيت قديش بلدي بلد حلوة، إذا كان الجو ولا العالم ولا الأكل ولا
كل شيء ولا بس من تقاليد اني انا اروح كل خميس عند بيت جدي او عيد الام يكونوا كل العائله سوا، او حتى لما اذا كان عندنا عيد ميلاد حدا كلياتنا نجتمع، وهذا ما عندك يا بالغربه مثلا. فبشكل عام كل شيء بصراحه كل شيء. السباحه في كلمه كلمة واحدة 20 سنة كلمة واحدة شان بيقول والله ما بعرف، لازم أفكر. عادي خذي راحتك. كيف بتحط مثلاً محاربة وأمل سوا؟ محاربة وأمل. إيه. صراع. صراع. هيك توقع. صراع جميل. إيه. وسارة في كلمة. سارة. ما في منا اثنين. فريدة يعني. فريدة. الوالد شو يعني لك؟ محمد صح؟ محمد عزت. بابا بصراحة لما كنا صغار كان قاسي لسبب، ونحن ما فهمنا لحتى كبرنا، وهلأ بنعرف ليش هو كان عم بيحاول يساعدنا نكون السباحين اللي احنا كنا، كان عم بيساعدنا ما نعتاس الشاب، وهذا الشيء كثير كبير، كان عم بيحاول يخلينا يكون عنا مثل إذا أنا بدي شيء روح أنا أشتغل وأنا أجيبه وأنا أعمل وأنا ساوي. وبحس إنه مو كل امرأة عندها نفس الشجاعة مثلا. بني آدم قاسي بس بيعرف ليش. إذا يسرى نقدر ناخذ قلبك ونطلعه، شو قلب يسرى يقول لي يسرى؟ يمكن إنه معلش أقول لا من وقت لوقت، إنه ما في شيء حيهرب. بحس إنه ممكن إذا بحكيها maybe it might sound cheesy. No, go ahead. بس إنه عن جد أنا بآمن بفكرة what's meant for you is for you بالعالم يعني. فهذا الشيء اللي بقوله. And relax. إيه. ليش تحسين فيك هالفومو أو الإنتاجية الزايدة، أو إن تحسين ما عندك وقت ولازم تحطين وايد اشياء في يوم واحد وتكونين منتجة، ليش؟ لأنه بصراحة بدي أعمل شيء ما حدا عمله بقبل. يعني بدي أعمل مثلا، بفكر أنا مثلا أوكي إنه بدي الجمعية، بدي الشركة، بدي الأشياء اللي بدي إياها بالحياة أول شيء، لأنه لما يكون عندي بحياتي أنا ما كان عندي أمان مادي. إنه أهلي كانوا عم بيشتغلوا طول حياتهم. فممكن هذا الخوف، ممكن لأنه أنا بدي عائلتي تكون ما يفكروا مثلاً لما ما يفكروا بحرب، ما يفكروا ب لما نطلع من هذا البيت رح يغلى البيت الثاني ولازم نطلع ولازم يعني بشكل عام كمان كيف معاش إحنا 5 سنين بالحرب، كان لازم ننتقل من البيت كل 3 أو 6 شهور لأنه البيت عم بيغلى. فأم شوف أمي وأبي عم بيشتغلوا من الصبح للمساء، ما حسن عندهم وقت بس يكونوا مبسوطين مثلا او يروحوا على فاكيشن. سوريا ما كان في شيء اسمه يلا امشي نروح على دبي مثلا، حتى الفيزا كان غاليه مثلا. ايه فبشكل عام ممكن هاي سبب. سبب ثاني انه انا بدي اكون حدا صغير بس عامل كثير، فكر بهدول الاشياء كمان بصراحه.
والشغلة الثالثة أنا بفكر أوكي أنا إذا كان عندي مثلا شركة أو أنا كان عندي الجمعية الخيرية وكان عندي هدول القصص كلها تبلشت أنا من عمر صغير لما أكون 30 لأنه لما تبلش أنت بشركة ما حيصير عندك شركة ناجحة بعد سنة فأنا بفكر أنه ليش ما أبلش من هلأ شوي شوي ممكن تاخذ 5 سنين ممكن تاخذ 10 سنين بس هيك عم بشتغل شوي شوي مالي عم بتفش لشغلة واحدة هيك ما بعرف كيف تبين الناس يتذكرونك؟ كبني آدم صريح بني آدم عن جد يعمل خير و كبني آدم إيجابي من 10 كم أنت شفافة؟ حتى في المقابلة حتى بالمقابلة؟ بصراحة 9 لأنه خايفة شوي هلا صارت تشوف لا والله دائما لأنه ما في شيء خبي يعني لما يكون في شيء خصوصي بخليه خصوصي يعني حتى لو سألتني ما كنت رح أجاوبك مثل شو إذا في شيء شو خصوصي أنا كل اللي شيء قلت ما كان لازم أقول لك لا بس شو مثل شو خصوصي لا سواء يعني مثل علاقات أو أنا ما أحب القصد تماما أحب إنسان اللي قدامي ما أحتاج أدخل تماما إيه فهذا الشيء الوحيد يعني ممكن سياسة هيك هذول الأشياء يعني بس غير هيك لا ما في شيء يعني دائما يعني حتى لما يسألوا على الانستغرام بقول لهم بس بشكل عام يمكن لازم احكي اكثر بحس انه في هن بيحسوا الفولورز ولا الفانز بيحسوا انه في كثير غموض لاني انا ما كثير بنزل مثلا بوستات وهيك ما كثير بحكي على شيء غير اللاجئين على غير المسج اللي انا بدي حطه بالعالم يعني مثلا بس هو عن جد اول شيء كانت كهي شغل بس بعدين هي قصتي بالآخر هي قصتي هي البني آدم اللي أنا هلأ يعني أحياناً في حدا سألني إنه ما بدك تنسي وتمشي بقى فأنا طلعت كان طبعاً أوروبي أنا طلعت هيك إنه ليش حتى انسى وامشي فهي قطعة من قصتي إذا بتاخذ قطعة من البازل من التركيبة إنه خلص إنه ما رح تكون هول أبداً شو أكثر شيء مؤلم حد قال لك في حياتك؟ هاي الطريقة اللي هاد البني آدم قال لي هاد الشيء كنا عم نمشي بإيطاليا كنت عم قل له لو ليك إنه هاي مثل سوريا مثل سوريا وبعدين قال لي don't you wanna move on؟ فهاي شغلة كثير كان إنه أنا طلعت هيك إنه وبعدين صرت أبكي طبعاً وبعدين طلعت إنه أول شيء أحياناً كمان في شغلة كانت كتير مثلاً تجرحني إنه كان بدي مثلاً العالم اللي ما مرقوا بتجربتي يحسوا بتجربتي هاد شيء صعب ولما كنت صغيرة كان بدي للبني آدم عم بستنى كنت إنه شوف تعابير وشه مثلاً وانجرح أو اتضايق إنه هنن يعني إنه أنا مرقت وعملت وساويت وكنت راح إنه أفقد حياتي وهيك وهنا إنه فأنا إنه بعدين تعلمت إنه ممكن شيء طبيعي ما بيعرف الواحد كيف هذا شيء مو طبيعي اللي مرقنا فيه نحنا فلما تشرح هذا الشيء لبني آدم تاني ممكن ما يورجوك انه هن زعلانين او مجروحين بس يكونوا هن كل بني ادم عنده طريقه يورجي مشاعره فكان في كم سنه لحتى انا تقبلت انه خلص انه استك ما لازم كل حدا يزعل عليك او يزعل او يورجيك انه هن زعلانين لحتى يفهموا صح. شو مرقتي فيه او ما لازم حتى يفهموا شو مرقتي فيه خلص بدك تحكي عن سوريا روحي احكي مع ماما هيك صرت احكي على مثلا على القصه على الوجع مع بني ادمين بيفهموا مثلا حدا عربي حدا سوري حدا كمان هو ترك بلده وفهم احيانا بس يجتمع مثلا وجع ممكن يكون ثيرابي صح فايه
آخر سؤال. يسرى في كلمة. شلون يعني يسرى في كلمة؟ أنت الإنسانة كلش في كلمة واحدة. طب ليه؟ هنصعبهم. كلمة واحدة حرام. جملة على الأقل. كلمة واحدة. مو بسهل يعني. شلون بيقولوا؟ مميزة؟ مميزة. حلو؟ شكرا. ها مدام، how was it for I you? I didn't cry. That was a challenge. No. لا والله لا. مين هددني لا. Challenge. Do you want to do the challenge? Okay. Does she know the challenge? No, she doesn't. Okay. شو هو the challenge? Holding the breath challenge. And I hold it for 4.5. 4.5. Yeah. How do you do that? With oxygen. So you want to try this or no? We can. أنا I'm not good. Like even حتى لو كنت سباحة عندي ربو. بدينا بالعذاب. والله طيب كيف تكون تعرفوا إذا بتنفس ولا لا أو لا؟ لا أنا ما غش. تغش. طيب. أنا تايمت. أوكي لحظة لازم نأخذ نفس عميق. Anxiety. أوكي. لحظة لازم نقول 1-2 ونأخذ نفس. طبعا أنا لابس درس هو ما لابس. شو خصنا درس؟ ما تقدر تنفس. أوكي سوري. طيب يا 1 2 3 Not too bad. Okay. ما غشيت؟ لا والله. أنا كنت أحس إن أنت هسه تغشين. لا والله. دقيقة إذا سباح ودقيقة خلص.